مساء الخير لكل متابعين عرب وود وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقتنا لهيدا الخميس رح تكون مميزة بفقرات ولقاءات خاصة جدا، ولكن بالبداية رح نتعرف سوا على عناوين فقراتنا. الليلة بعرب وود تتويج كينغ تشارلز III بيجمع مشاهير العالم. النجوم يكرمون محمد الموشي بالسعودية. السعودية وهيئة الترفيه فكرت أنها تكرم العملاق محمد الموشي. أصالة تطرب الجمهور المصري. أمنياتي الناس تروق هيك وترحم بعضها والرحمة تعم. ماجد المصري باحتفالية مجلة نيش. نفس الناس تحب زيدان وفعلا حبوا زيدان. سبب غياب نالي مقدسي عن الساحة الفنية. هي ظروف صحية لإلي ولا حدا من أفراد عائلتي، الحمد لله قطعت على خير. تدريبات مكثفة للنجوم الشباب مع أحمد مبارك. احنا بنعمل التدريبات دي عشان انت تلمس الشخصية قبل ما تصورها. عنبة يحقق حلم حياته. أمي كانت بتدعي لي فالحمد لله ربنا كرمها آخر كرم في الدعوة. حذف مشاهد نادين نسيب نجيم من وأخيرا. بداية حلقة عرب وود لليلة رح تكون من اليو كي يلي كانت عم تشهد على حدث كتير مهم، وهو حفل تتويج كينغ تشارلز III رسميا على عرش بريطانيا ودول كومنولث، وهيدا بحضور أبرز أفراد الرويال فاميلي وبمشاركة أشهر النجوم. God save the king. لحظة تاريخية هامة عاشتها المملكة المتحدة بتتويج تشارلز الثالث ملك لبريطانيا ضمن أكبر احتفال رسمي شهدته المملكة من 70 سنة، كما تم تتويج زوجته كاميلا ملكة، وتعهد الأمير ويليام وريث العرش بالولاء لوالده الملك تشارلز خلال مراسم التتويج. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. So help me God. مراسم التتويج يلي بيعود تاريخها إلى 1000 عام اتسمت بالفخامة، بداية من عربة اليوبيل الماس الملكية يلي استقل الملك للوصول إلى كنيسة ويستمينستر أبي، مروراً بتزيينات الكنيسة بالإضافة إلى آلاف المدعوين من قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات، ومن بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم، بالإضافة إلى ملكة إسبانيا ليتيسيا وملكة بلجيكا ماتيلد والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، بالإضافة لحضور الأمير هاري من دون زوجته ماغان بالرغم من خلافاته مع العائلة المالكة. وما تغيب مشاهير الفن عن التتويج، فحضرت إما تامسون، ماجي سميث، جودي دانش، لاين ريتشي، بالإضافة للمغنية كيتي بيري. وبلقطات طريفة خطف الأمير لويس نجل الأمير ويليام أنظار الجميع بحركاته وتعبيراته الطفولية العفوية والشقية خلال حفل تتويج جده. وأطلت والدته كيت ميدلتون بكامل أناقتها بفستان أبيض بتوقيع ألكسندر ماكوين، وزينت إطلالتها بحلق من بيرل بعود للراحلة الأميرة ديانا. وأصبح تشارلز صاحب السيادة 40 يلي يتوج بكنيسة ويستمينستر أبي من عام 1066، وأصبح بسن 74 أكبر ملك بريطاني
يضع على رأسه تاج سانت إدواردز مصنوع من 360 سنة والمرصع بحوالي 444 من الجواهر والأحجار الكريمة. ضمن تقويم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي الشيخ، شهد الوطن العربي ليلة تكريم الموسيقار محمد الموجي، ويلي حمس المستشار الجميع عنها عبر حسابه الخاص على تويتر: سيكون استعراض شرقي جميل بإمكانيات كبيرة ومجهود جبار. افتتح الحفل بفيلم تسجيلي عن الموجي منذ نشأته حتى وصوله لأعلى درجات الموسيقى والألحان، وملحناً فذاً لم يتردد في أن يلون النوة الموسيقية بألوانه الخاصة. من بعدها افتتح الحفل الغنائي الفنان صابر الرباعي بأغنية العندليب جبار من ألحان محمد الموجي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير. اليوم استرجعنا الذاكرة واسترجعنا الزمن الجميل، الزمن الذهبي اللي كنت شخصياً أنا نتمنى أن نكون موجود فيه. السعودية وهيئة الترفيه فكرت أنها تكرم العملاق محمد الموجي، وهذه فرصة لنا إحنا كجيل هذا العصر أن نغني هذه الأغاني. وأطربت الجمهور مي فاروق بصوتها إلى حد يلي تأثر لكتير وأشاد بها كل من شاهد البث. وعبرت مي عن سعادتها بالمشاركة بهذه الليلة واعتبارها من أهم الليالي في السعودية. شكرا للقيادة الحكيمة اللي بدأت تطور وبدأت تعمل حفلات كتير وبدأت تبقى في حاجات مختلفة بنشوفها في الرياض، وشكرا لهيئة الترفيه ومعالي المستشار انه بيساعدني بان انا اكون موجودة دايما في المحافل دي وفي المشاركات المهمة دي. شكرا انه هو بي فنان قوي وبيحب الفن قوي وبيقدر الفنانين. أما عن عبادي الجوهر يلي وجوده كان خاص مش بس لأنه أطرب الجميع بصوته، بل كمان لأنه الفنان الوحيد بين الموجودين في الحفل يلي غنى من ألحان الموسيقار محمد الموجي. سعيد اليوم بمشاركة وإني أغني أغنية من روائعه، مع أن أنا التقيت فيه كثير وغنيت من أنغامه ايضا في أغنية دينية في 77 تقريبا. كنا أربعة فنانين، اثنين من السعودية واثنين من خارج السعودية. كامل الأوصاف فتن والعيون السود خدون من هواهم رحت أغني. وبين فقرات الليلة الجميلة زينت الليلة بفقرة سولو نجمها يحيى الموجي، ويلي أثرت بالمستشار وعبر عنها عبر صفحته الخاصة على إنستغرام. استكملت الليلة على صوت أنغام يلي وصفت الليلة بالتكريمية. في تنوع كبير قوي في ألحان أستاذ محمد الموجي، طبعا تقدم منها جزء النهاردة يعني، والفضل الحقيقة للأفكار الرائعة اللي حطها هيئة الترفيه وشكل الأوركسترا الكبير والتوزيع الجديد، الخطوط اللي أضافها يحيى الموجي ابن الأستاذ محمد الموجي للألحان أكيد عمل الطعم مختلف، وأكيد إن ده يعني توثيق محترم جدا لأعمال الأستاذ محمد الموجي في الشكل. شيرين يلي زينت الليلة بصوتها فعبرت عن فخرها بهذه الليلة. الفرقة الموسيقية هايلة والقيادة طبعا الأستاذ وليد فايد حاجة تفرح القلب وتخلينا احنا كمطربين نحس ان احنا مسنودين موسيقيين كبار وتربينا على ايديهم. يعني
وزين عماد في قمة سعادتها كونها أصغر مشاركة بين الفنانين في حفل تكريم الموجي. أمانة هذه واحدة من أهم 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 الأشياء اللي يعني بصرف النظر عنها حفلة عظيمة وبتتخلد في تاريخ الفن العربي بشكل عام. مشاركتي أنا وكوني جزء مع القامات الفنية هذه لا أنا ما أعتبره شيء عادي أبداً أبداً. اختتم الفنان ماجد المهندس الفقرة الغنائية حيث قدم أغنية رسالة من تحت الماء لعبد الحليم حافظ وأكدب عليك لوردة الجزائرية. وقدمت الفنانة يسرى فقرة تكريم أسرة محمد الموجي يلي تخللت إحدى فقرات الحفل وأعربت عن سعادتها البالغة بتلك الأجواء. وصغار العظيم محمد الموجي ده مش هيتكرر تاني في التاريخ ولا أي حد فنان بيروح ممكن يتكرر تاني، يعني بيبقى منه واحد يعني زي ما بيتقال. هيك كرمت المملكة الموسيقار الكبير محمد الموجي في حفل استثنائي. بعد الفاصل عنبة ما بين أغاني المهرجانات والتمثيل، حذف مشاهد نادين نسيب نجيم من وأخيراً. دعم ولا حاجة، أنا أصلا مش محتاجة دعم أساسا. تعرفش أي حاجة وده موضوع بتاعي، موضوع خاص مش هنتكلم فيه. عامل لي كونسرت برايز. بعد حملة الاعتراضات اللي تعرضت لها أصالة بمجرد الإعلان عن حفلتها في مصر، واللي كان أبرز الداعمين لأصالة رامي صبري، حبت أصالة أن توجه كلمة للجمهور المصري في أول حفل. أنا عادة ما بعرف أحكي غير بالشعمي، مين طويلة من عمري أكثر من مصر بشوي كتار، قضيتهم معكم وبينكم. أولادنا كلهم بيشجعوا الفريق المصري لأنه هم مصريين، ولدوا هون بيحكوا مصري وأصحابه مصريين وأنا كذلك. الحفل اللي أقيمت بمتحف الحضارة وحضرها عدد كبير من الجمهور كان أبرزها روح المرح والحب بين أصالة وابنها خالد الذهبي. سد حلقك يا مامي وأنا عم بحكي، ما تأخذونا بكلمة سد حلقك، هلا بتعملون عليها إنه أنا عم بظلم أولادي وحرام أقول لأولادي سدوا حلقكم. نفسي أقول لحدا كمان غير أولادي بس ماشي فرش خلقي. ظهور أصالة على المسرح لفت الأنظار بالكيمونو اللي كان متشابه مع ابنها أيضا. قدرت إن أعمل اثنين نتوين أنا وهي عشان هي توأم روحي الحقيقة، فممكن نوريهم من ورا، من ورا في سولا ديزاين وهنشوفه بعدين نشوفه أكيد مش حلف لهم. حالة الحب العائلية استمرت ولكن هذه المرة مع زوجها فائق حسن واللي كشفت لنا عن هديته اللي فاجئها بيها. أنا اكتشفت مؤخرا أني بحب نوع شنطة معين قريب من حجمي وجوزي جاب لي كل الألوان، هاي أحلى هدية. كمان كشفت عن سر الفيديو اللي أثار استغراب الجمهور. تعرفي إنه نزل الفيديو بالغلط؟ والله العظيم كانت بتبعتها الفايق. أنا بصور أنا كنت بقول لها بتعملي إيه يا ماما؟ بدي أبعت لجوزي إني حطيت حرفه، دائما بحط حرفه بس كل مرة بحط الحرف بلون يعني مختلف، فكنت عم صور لفايق وكبست الزر بالغلط.
لا أمنياتي الناس تروق هيك وترحم بعضها والرحمة تعم. الرحمة بتعرفين إحنا ناقصنا شوية رحمة بقلوبنا، مع أنه نحن يعني رحومين العرب تحديدا، بس يمكن هيك قسوة الأحداث قست بعض مننا. تمنى ترجع هيك لأنه نحن ما بنقدر نعيش غير بالرحمة. ما بين خدمة النص والاتهامات بتطويل مشاهد نجوم آخرين، هيك عانى الكثير من ممثلين الوطن العربي من حذف مشاهدهم ببعض الأعمال الفنية يلي بيشاركوا فيها. ونحن جمعنا أبرز النجوم يلي واجهوا أزمات كبيرة بسبب حذف مشاهدهم وصلت لنهاية تعاملهم مع بعض المخرجين. وعك تخاف مني أنا بالذات؟ ولا ابلع لسانك، خلينا نتكلم مع ابوك. نادين نسيب نجيم تصرح انه مشاهدها بمسلسل واخيرا قد تم تغييرها عكس ما تم تصويرها. انا انخطفت وتهددت وانجبرت اعمل اشياء ما بدي اعملها. فبالوقت يلي حقق فيه مسلسل نجاح كبير خلال عرضه برمضان، ردت نادين نجيم بطلة العمل على احدى المعجبات على تويتر بشعورها بالحزن من بعد حذف بعض المشاهد وتغييرها، وقالت والله بس يا ريت بتنحط مشاهدي مثل ما هي. صراحة شي بيقهر تشتغل وتعطي من قلبك وتلاقي بعدين شي تاني من دون اي تبرير. نادين منا الأولى، فعارفة عبد الرسول أيضاً فوجئت بحذف مشاهدها كاملة من فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، حيث كان مقرر أنها تظهر كضيفة شرف بالفيلم ويلي أرجعته لأسباب درامية. ونشرت وقتها بوست على فيسبوك وقالت مشاهدي تشالت في المونتاج لصالح الفيلم وبيضل أفضل الأفلام لقلبي. يا جدعان أنت بتصور إيه؟ فاكر نفسك في مؤتمر صحفي؟ طب حدش تشقلك بقى يا فرحان بشبابك كده. خدمة النص أو الحبكة الدرامية كمان كانت سبب بحذف بعض المشاهد لزينة مكي بفيلم الهيبة، ويلي بررته زينة وأكدت أنه مشاهد كتيرة حذفت بسبب طول الفيلم وأنه هالشي وارد جدا حتى بأفلام هوليوود. الحذف أو تقليص الأدوار غالباً يتهم فيها مخرج العمل، وهالشي صار مع المخرج محمد سامي ويلي اتهمته نسرين أمين بأنه دوره بمسلسل الأسطورة قد تم تقليصه من أجل زيادة الدور الخاص بمي عمر زوجته. ناس قعدوا يقولوا دي ممثلة درجة خمسة، دي مش عارفة مين الناس دول، هو محمد سامي ومراته. وهو ما تضمنت معه ياسمين صبري من بعد حذف مشاهد لإلها، واشتغل الصراع بين الثلاثي ونفى هالتصريحات محمد سامي واتهم ياسمين ونسرين أمين بغيرتهم من زوجته. هل أنا محتاج عشان أزود لمي إن أنا أشيل من أدوار الآخرين؟ طب ما أنا أقدر أزود لها من غير ما أشيل من دور حد. الاتهام أيضا طالوا بمسلسل نسل الأغراب من قبل نجلاء بدر اللي شعرت بالغضب عند مشاهدتها للمسلسل، خاصة وإن اتفقت على حجم أكبر للدور اللي قدمته. طموحي فيها طبقا اللي اتفقنا عليه كان اكبر من كده، قررت اصلا في حياتي انا مش هشتغل مع واحد ومراته. ولكن سرعان ما ليش هالغضب من بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل. وبيقولوا كده النساء بيهدش بال، ما بالك بكده الغوازي. الامر حدث ايضا مع باسم سمره، فباحد اللقاءات فاجأ باسم الجمهور ببعض التصريحات اللي تضمنت وقتها اتهام لاحمد السقا بتدخله وازاله بعض مشاهده، ويلي على اثرها مر باسم بازمه نفسيه بوقتها. قد ايه كان في استهانه كده، انت راح تحضري عرض وبعدين يتصلوا بيك يقول لك ده انت شغلك اتشل. اختلاف وجهات النظر ممكن انه تسبب بعض الخلافات بين فريق العمل، ولكن سرعان ما بيتلاشى هالامر خاصة بعد نجاح المسلسل أو الفيلم، وبتختفي هالمشكلات وبيضل العمل الناجح هو يلي بيتذكره الجمهور. عنبة واحد من نجوم المهرجانات اللي حققوا شعبية واسعة بين الجمهور وخاصة الشباب،
وبرمضان 2023 حقق حلم تاني من أحلامه من بعد تجسيده لشخصية بويكا بمسلسل ألف حمد لله على السلامة مع النجمة يسرى. خلونا نروح سوا نعرف تفاصيل هالتجربة الخاصة جدا من خلال هاللقاء. أنا بعمل حاجة بين البنين، ما حدش لسه عارف لها اسمي. السؤال ده بقى خلاني أعيط بقى ولا إيه؟ وأنا صغير امتع الرصيف في عز الصيام، مش عارف بتم معاه كده ليه؟ بخلاف شخصيته اللي بيظهر بيها في أغلب الأوقات، واللي كانت آخرها ظهوره بدور كوميدي في مسلسل ألف حمد لله على السلامة، فعنبة خلال لقائنا معاه ظهرت طريقته العفوية واللي كلمنا عن شعور المقربين لي بهذا النجاح. أنا أمي كان عندها جلطة قبل ما أمضي المسلسل ده، وأنا بالنسبة لي لما أنت هتقلب علينا مواجع كده يعني، هي أمي طالما بتفرح يعني بتتحسن بالنسبة لي، عشان كل ما تشوفني أن أنا كويس هي بترتاح. أخواتي كلهم أحسن مني عشان تبقى فاهم، وأهلي يعني هم أحسن مني، أنا دايما بشوفهم أحسن مني، أنا أعتبر الصايع بتاع العيلة. بس مش الصعب حاجة وحشة يعني، أنا اللي في الشارع ومدقدق شوية، هم كلهم كويسين والله، كلهم كانوا فرحانين بالحاجة اللي بوصل لها، وصحابي وأهل منطقتي شايفيني قدوة وإن مفيش مستحيل. يا جماعة الراجل ده كان بيقعد معانا في الشارع هنا بيقف 12 ساعة على رجليه بيشتغل عشان هو عنده حلم، أنا من زمان صحابي كلهم عارفين أنا عندي طموح. لقينا اللي فهمنا والدنيا مشيت على مزاجنا، لو فاكرنا نمنا نمنا ألف حمد لله على السلامة، مسكتينا وبنسعى لحد ما تلعب معانا. دعاء والدته كان في وقت استجابة زي ما عنبة قال، واللي تحقق بعد وقوفه أمام يسرى. ولكن عنبة من قبلها كان بيستعد للحلم ده. نفسي أمثل، فربنا تقريبا الحمد لله كانت ساعة إجابة، أمي كانت بتدعي لي، فالحمد لله ربنا كرمها آخر كرم في الدعوة دي. أنا في كليباتي أقصد إن أنا أمثل عشان لما يجي لي فرصة التمثيل الناس تعرف إن أنا فاهم قدام الكاميرا بعمل إيه، حركاتي في كليبات ما أنا بعملها مقصود كده فعلا. أول قعدة معاهم فهم برضو لقوني بقول بأداء، فعايز أقول لهم يا جماعة أنا بغني، فبالنسبة لي الكلام كله لازم يتقال بالحرف. السخن جاي السخن حاضر. عنبة حقق نجاح كبير سواء على المستوى الغنائي أو التمثيلي في وقت قصير، بس في خلال هذه الرحلة مر بالكثير من المواقف الصعبة. وأنا صغير عشان أجيب هدوم العيد نزلت بعت شرابات ونمت على الرصيف في عز الصيام، وبس كنت بجيبها بالحلال، فأنت كنت نام على الرصيف وبعد كده بتمثل مع يوسف. طب ربنا مش عارف بتم معاه كده ليه. واخيرا عنبة بيجهز لجمهوره العديد من المفاجآت اللي هتكون مختلفه جدا. نزلوا بقى 4 تراكات كده حلوين، اعمل حاجات اصلا عمري ما عملتها قبل كده في طريقه اغانيه، يعني في اغنيه لا في اغنيه محوده بندق انا بغني بطريقه مش انا خالص. ولاد وصول ولاد وصول زي ما الكتاب بيقول، ولاد اصول ولاد اصول ولاد. بعد الفاصل هيدا هو رأي أحمد مبارك بأداء مربوحة سبب غياب نالي مقدسي عن الساحة الفنية. شايف ان الاهم بالنسبه لي هو التواجد. كان نفسي الناس تحب زيدان وفعلا حبوا زيدان، الناس بتتكلم في تكريم، سعادتي ندى لا توصف. اختياري مش للنجوم بس، النجوم وغير النجوم البراندز، هو الرقي، لازم يبقى ناس راقيه، ناس عندها
إثكس، ناس بتقدم حاجة محترمة وتحترم. معيار واحد فقط اختاره نادي غالي رئيس مهرجان مجلة نيش لاختيار الأشخاص المكرمين بالاحتفالية يلي أقامتها المجلة، يلي شهدت حضور وتكريم عدد كبير من النجوم لعام 2023. النهاردة هتشوفوا حاجات مختلفة. الماركت عموماً بيبقى فيه براند والكمبيتيتور بتاع البراند، المنافس عادة ما بيظهرش في نفس المكان اللي فيه المنافس بتاعه، فالنهاردة هتشوفوا البراند والمنافس بتاعه الاتنين على الستيج بيتكرموا. ومن أبرز المكرمين مصمم الأزياء هاني البحيري والمخرج أمير رمسيس وسفراء الفن المميزين ماجد المصري، أحمد فهيم وشريف منير. أشكر نادي جداً جداً على الدعوة، وأنا حبيت قوي في وسط الكلام اللي كان بيتقدم الروح الوطنية والروح اللي باين فيها حب مصر. متشكر جدا، وطبعا المسلسل الحمد لله كان مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى على الصبر والكفاح والاجتهاد. يا رب كل مجتهد ومكافح وموهوب في مصر يحقق حلمه ان شاء الله. كان نفسي الناس تحب زيدان، وفعلا حبوا زيدان. قلت لا، الشخصيه دي ما تتسابش، الشخصيه دي فيها تحدي بالنسبه لي. انا بشوف حاجات على السوشيال ميديا، ولكن انا ما عنديش غير انستغرام هو والتيك توك، وده التفاعل الوحيد اللي مع الناس. ما عنديش حاجه اسمها فيسبوك خالص، كل ده يا جماعه فيك، ما حدش. وفي ناس بتتكلم باسم لحد النهارده، اقسم بالله. ما انا سعيد اولا بتواجدي قبل اي حاجه. انا شايف ان النشاط اللي كانت تعمله المجلة في الفترات اللي فاتت فعال جدا، لمست وجودهم في أكتر من فعالية، لمست تغطياتهم المهمة لأكتر من فعالية مهمة. يمكن أول مرة أحضر حفلة اليوم من النهاردة، بس أنا شايف إن الأهم بالنسبة لي هو التواجد، أهم من أي حاجة، يعني حضوري في حد ذاته هو المهم. يعني بالنسبة لي إن أنا أكرم ده بعتبر ده تكليف مش تشريف، إن أنا لازم أشتغل أكتر وأحلى عشان السنة الجاية إن شاء الله يا رب كان في نصيب وعمر نكون موجودين معاكم وبناخد الجائزة برضه. كما كرم المهرجان سفراء الأغنية والموسيقى وأبرزهم المايسترو نادر العباسي. بالنسبة لي التكريم النهاردة ده يعني من الحاجات اللي أنا بتشرف بيها جدا، هي مش أول مرة، هي كل ما بيلوني بعمل عمل مهم في مصر أو في أي حتة بيقدروه، وده تقدير ده بالنسبة لي بيبقى شيء مهم جدا ولازم أتواجد، وبحترم جدا تكريمهم ليا وآرائهم وتشجيعهم ومتابعتهم ليا. الأكتينج كوتش صار له دور كتير مهم مع النجوم، مش بس الشباب ولكن كمان الممثلين اللي بيسعوا دايماً أنهم يقدموا الأفضل لجمهورهم. عربود التقى بأحمد مبارك يلي يعتبر المدرب الخاص للكتير من النجوم. كل ما هتشوف اللي قدامك تعمل معاه رياكشن مختلف، والله بتحبه، الواد حزين جداً وانت ماشي. الفرجة نص العالم، احنا بنعمل التدريبات دي عشان انت تلمس الشخصية قبل ما تصورها. وهيك بيكون كشف لنا المدرب المسرحي احمد مبارك عن سر من اسرار نجاح الاكتينج كوتش لاعداد ممثل ناجح، بس الاكيد انه في تفاصيل تانية كتيرة. الاكتينج كوتش هو مدرب التمثيل اللي بيبقى مختص بكل تحضير الأدوار للشخصيات الدرامية في الدراما التلفزيونية أو السينمائية، مدرب التمثيل اللي بيبتدي مع الناس اللي لسه بتبدأ وعايزة تتعرف على نفسها وعايزة تتعرف على إمكانياتها وعايزة يعرف هو ينفع لشغلانة الممثل ولا لأ. بشتغل معاه على الجسد، لغة الجسد، الصمت عنده بيقول إيه، عينيه بتقول إيه، طبعا ده مهم جدا بالنسبة لي، الخيال، خيال الممثل، التركيز، التشخيص، الكاركترايزيشن اللي هو يعمل شخصيات بعيدة تماما عنه، الارتجال طبعا، ودي مساحة حرة أي حد بيبدع فيها، يعني يقدر يبقى براحته مش مقيد بأي شيء ولا بفكرة معينة ولا بحركة معينة. ترتيبات وتحضيرات معينة بيستعد لها أحمد دايما قبل الدخول بأي عمل فني. في نوعين مختلفين في تحضيري للأدوار مع الممثلين، في طبعا اللي أنا أبقى رايح للمسلسل بالكامل شغال فيه، فبقعد مع المخرج فبنتكلم فبيقول لي وجهة نظره في الأدوار كلها. شيء آخر اللي أنا أبقى حد جايلي
يتدرب معايا ويحضر معايا الشخصية اللي بيعملها في المسلسل، أنا هنا مش بقابل المخرج. ولأنه كان أحد صناع مسلسل حضرة العمدة اللي عرض بالسباق الرمضاني، فكان لازم يحكي لنا عن كواليس تحضيراته. من أول ما قريت الورق أول مرة اتبسطت جدا بالقضايا اللي بيتكلم فيها. يعني احنا بنشوف العمدة اللي هي عاملها أستاذة روبي، فالقضايا اللي بيناقشها المسلسل أنا اتبسطت بيها جدا، فبقيت متحمس قوي إن أنا أشتغل بقى مع الناس، مع الممثلين ومع الوجوه الجديدة اللي أنا اشتغلت معها في المسلسل. فكان أهم حاجة إن الناس دي تبقى حقيقية صادقة. أنا مبسوط قوي من حاجة مع أستاذ عادل أديب، اللي هو بيبدأ بدري قبل التصوير في التحضير. يعني دي حاجة حقيقي ما بقتش موجودة، في ناس بتدخل على طول العمل، فإحنا تقريبا خدنا شغل معهم تقريبا شهرين. طب ما أنت محامي كبير وشخصية عامة وبتاع سياسة ونيابة ومجالس ومداخلات تلفزيونية، ما ترشح؟ لا 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 لا، أرشح إيه الناس؟ لا أنا ماليش في الحاجات دي خالص. وبعدين العمودية في بلدنا دلوقتي مستنياكي أنتي بالتحديد. أول عمل اشتغلته كان مسلسل نقل عام مع أستاذ عادل أديب، في نقل عام نور النبوي، أميرة أديب، سولا عمر. بقول إن نور وأميرة حقيقي كانوا مجتهدين جدا جدا، يعني بييجوا مذاكرين اللي أنا قايله، بييجوا في موعدهم مظبوطة. بعد كده مسلسل ملف سري، فيلم مع أستاذ عادل أديب اسمه ما بعد الجنون، ده لسه إن شاء الله يعرض قريبا. وبالرغم من الانتقادات اللي توجهت لرحمة أحمد الشهيرة بمربوحة بالمسلسل الكبير قوي، إلا أنه أحمد كان عنده رأي تاني. الصراحة شايف اللي كان فيه تسرع كبير من البداية، اللي احنا من أول حلقة مش عارف، أنا بجد حسيت الموضوع متجهز. عايز أقول حاجة عن رحمة، اللي الناس شايفاه في مربوحة أو شايفاه في شخصية اللي بتعملها في الكبير قوي، هو 1% من اللي عند رحمة ده بجد. أنا مرة عملت معاها تدريب، كان المفروض ان انا كل ما بقفل النور هي بتغير الشخصية. عظيمة يا مصر يا مصر يا حبيبي يا بنت يا بنت. احمد مش بس acting coach، ولكنه كمان كان احد اعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم لاكتشاف المواهب. برنامج الدوم مختلف خالص، يعني حتة مختلفة تماما. انا بقول دايما اللي انا بتعلم منه زي بالظبط الشباب اللي معايا ما بيتعلموا. يعني أنا كمان بدرب نفسي على فكرة اللي احنا يبقى عندنا وقت محدد شغالين فيه، محتاجين نطلع المشاهد بتاعتنا وتطلع في أفضل صورة، علشان في لجنة مهمة هتتفرج على المشاهد دي وهتقيم الشباب. أكتر شيء بيسعدني في برنامج الدوم اللي احنا بنروح كل المحافظات علشان نجيب منها الشباب اللي فعلا عندهم موهبة وعندهم حاجة يقدموها. صار لنيلي مقدسي فترة غايبة عن الساحة الفنية، وهيدا كان بسبب ظرف صحي قطعت فيه، إلى أن تعافت منه، وهي كشفت لنا كل التفاصيل من خلال هيدا اللقاء، وكمان خبرتنا فيه عن مشاريع القادمة اللي رح بتعود فيها إلى جمهورها. لتكبر راسك اعرف مجازك، ايه والله بحطك براسي بحرق فيديو كليب جديد بعنوان لا تكبر راسك، تعلم من خلاله الفنانة نالي مقدسي عن عودتها للساحة الفنية من بعد فترة غياب طويلة. هي ظروف صحية لإلي ولحدا من أفراد عائلتي، الحمد لله قطعت على خير، وكنت بنفس الوقت أكيد عم بحضر وعم بسمع أغاني. بس مثل ما دايماً بقولكم، فترة التحضير بتاخد مني طاقة، لأنه الأغاني اللي معودتكم عليها هي الأغاني اللي مختلفة واللي بتشبهني، فمش دايماً بتتلاقى. ومش فعلا تكبر راسك، أكيد ما بتنقال على ميل والبطال، بتنقال لناس معينين بوقت معين، للخاين الغدار، للي منه منطقي منه حقاوي، اللي بيعنف الامرأة. طريق محدد وأهداف واضحة رسمتها نالي لنفسها من بداية انطلاقها من خلال برنامج كأس النجوم، فهدفها هو تقديم أغاني مقتنعة فيها، ومش هدفها التواجد اليومي بأغاني جديدة
بلا معنى. هيدي أنا، يعني هيدي هي شخصيتي بالأغاني، هي شخصيتي بالموسيقى، هي شخصيتي بالنوع الكلمات حتى اللي بقدمها. وإجمالاً أنا شخصية بتركز على حالها أكثر، وبتركز على نجاحاتها السابقة وإلى حد ما الخطوات اللي هي ناقصة يمكن كانت بالأيام السابقة، لحتى أعرف كيف بدي جدد من نفسي أو شو معقولة أعمل بالأيام الجاية. نالي مش بس دقيقة باختيارها للأغاني اللي بتقدمها، ولكن دقيقة كمان بالأغاني اللي بتحب تسمعها. في أغاني كتير ليتلي طلعوا حلوين، يعني من مصر، من لبنان، أحمد سعد عم بيقدم أغاني كتير حلوة ليتلي. في أسامي أنا بحبها مثل محفظة الألقاب، حسين الجسمي، وأكيد دقيقة كمان باختيارها لشريك حياتها. أحلى شيء الحب الحياة، وأحلى شيء الارتباط يكون عندك عائلة. بس أنا بعتبر إنه الزواج اسمه نصيب، ولما بدي يكون فيه خلاص إجا الإنسان المناسب للارتباط رح أدقلك وقلك تعي تعي لقلك عن الاسم. كنت أتمنى أحبك أكتر وأعشق عمري أكتر وأكتر. وبالرغم من إنه بتخطط دايماً لحياتها بشكل مدروس ومحسوب، إلى أنه هالشي ما منعها أن تفكر بخوض تجربة التمثيل. هلأ أنا صرت ردي، بحس أنه إيه عبالي أعمل هالتجربات بتضيف لقلي بالفن. معروض علي نص بس بعد ما قلت لوك يعني. هلأ نحن عم نحدد الغنية الجديدة اللي هي رح تنزل على عيد إذا قال راد، أو بعد العيد فترة كتير صغيرة ممكن كتير لحقها. رح يكون في كتير نشاطات بالصيفية بلبنان وخارج لبنان. الجميل الله بحبه، جملة بتؤمن فيها نيلي بحياتها، فهي دايماً بتشوف إنه شكل الإنسان ما بيقل أهمية عن شخصيته. أنا مع التجميل بالشكل وما التجميل بالمضمون مرات حتى، لأنه تشتغلي على حالك مع الوقت هيدا تجميل بحد ذاته. حاول ما أتعشى قد ما فيني إلا إذا عندي اجتماعيات، وبحاول قد ما فيني أعمل رياضة منتظمة، بحاول أشرب مي كتير ونام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. إذا سألناك شو بتقولي لنالي بالمراية؟ هلا بقول لحالي إن عيوني حلوين، بحبهم بحالي كثير. وهلا صرت حب حالي، كانت قبل ما كثير حب حالي، هلا صرت حب حالي واقتنعت إنه بفكرة إنه لازم تحب حالك لتعرفي تحبي كل اللي حواليك. لهون بتكون انتهت فقراتنا من عربود، ويلي كان فيها تتويج كينغ تشارلز III بيجمع مشاهير العالم. النجوم يكرمون محمد الموشي بالسعودية. السعودية وهيئة الترفيه فكرت أنها تكرم العملاق محمد الموشي. أصالة تطرب الجمهور المصري. أمنياتي الناس تروق هيك وترحم بعضها والرحمة تعم. ماجد المصري باحتفالية مجلة نيش. نفس الناس تحب زيدان وفعلا حبوا زيدان. سبب غياب نالي مقدسي عن الساحة الفنية. هي ظروف صحية لإلي ولحدا من أفراد عائلتي، الحمد لله قطعت على خير. تدريبات مكثفة للنجوم الشباب مع أحمد مبارك. احنا بنعمل التدريبات دي عشان انت تلمس الشخصية قبل ما تصورها. عنبة يحقق حلم حياته. أمي كانت بتدعي لي، فالحمد لله ربنا كرمها آخر كرم في الدعوة. حذف مشاهد نادين نسيب نجيم. من وأخيراً نتمنى أنه حلقة الليلة تكون نالت أعجابكم. باي باي.